بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط في الدراسات الاجتماعية والمواطنة الفصل الدراسي الثاني. نراجع اليوم الوحدة الثامنة، الإنجاز الذاتي والاقتصاد. راجعنا في الحصة السابقة الوحدة السابعة عن الموارد في المملكة العربية السعودية، وفي هذا الأسبوع سوف نراجع بإذن الله الوحدة الثامنة، الإنجاز الذاتي والاقتصاد، تشمل الدروس التالية. في الدرس الثالث عشر نراجع بإذن الله الإنجاز الذاتي، الرابع عشر العمل والإنتاج، وفي الدرس الخامس عشر الاقتصاد الوطني، ثم المشكلات الاقتصادية. أهداف الوحدة: الوعي بأهمية الإنجاز الذاتي، التعرف على جوانب الاقتصاد الوطني، استنتاج أبرز المشكلات الاقتصادية الوطنية، التعرف على جهود الحكومة في حل المشكلات الاقتصادية. ما المقصود بالإنجاز الذاتي في درس الإنجاز الذاتي؟ هو ماذا؟ هو حالة داخلية مستمرة مرتبطة بمشاعر الفرد، لابد من وجود ماذا؟ نشاط وحماس توجه نحو التخطيط للعمل بما يحقق مستوى عالي من النجاح والتفوق، ومن ثم الشعور بالرضا والارتياح بما حققه من نتائج وبما تغلب عليه من تحديات وصعوبات. تلاحظ معي عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة أن التعريف بحد ذاته مقسم إلى خطوات، هذه الخطوات هي التي تصل عن طريقها إلى ماذا؟ إلى الإنجاز الذاتي. في البداية حالة داخلية، أي عمل ماذا؟ مستقل، أنت تقوم به بنفسك، لا أحد يتدخل. مستمرة، تتطلب ماذا؟ المواظبة والمثابرة. مرتبطة بمشاعر الفرد، لابد من وجود ماذا؟ نشاط لديك، حماس، تكتب أهدافك، ثم تتوجه نحو التخطيط للعمل. طبعا تضع لك ماذا؟ خطة معينة لتنفيذ هذا الهدف بما يحقق مستوى عالي من النجاح والتفوق، يشترط فيها الإتقان والعمل الجيد، ومن ثم الشعور بالرضا والارتياح. هذه النتيجة في النهاية، تشعر برضا وارتياح وتحقق ماذا؟ النجاح بعدما تتغلب على تحديات وصعوبات واجهتك. هل الوقوع في الأخطاء يعيق تحقيق الإنجاز الذاتي؟ خلال المرحلة التي مرينا فيها قبل قليل، اللي هي مواجهة التحديات والصعوبات، بالإضافة إلى ماذا؟ إلى الاستمرار والمواظبة، يتخللها ماذا؟ أحسنتم، لابد من وجود خطأ، لا يوجد عمل بدون أخطأ. لذلك نقول، هل ذلك يعيق إنجازك الذاتي؟ بالتأكيد لا، لأن الإنسان يستفيد من أخطائه وتزيد تجاربه بالمحاولة والخطأ، ومع اكتساب الخبرات يتحسن أداؤه ومن ثم إنجازاته الذاتية. ما أهمية الإنجاز الذاتي؟ عندما تحقق إنجاز ذاتي تشعر بماذا؟ أحسن، تعزز ثقة الإنسان بنفسه وثقة الآخرين به، كذلك يشعر الإنسان بالرضا عن نفسه، شعور داخلي، كذلك يكون مصدر اعتزاز وفخر للشخص وللمجتمع الذي بالقرب منه، بالإضافة إلى وطنه. إذن هذا بالنسبة إلى ماذا؟ أهمية الإنجاز الذاتي. برأيك ما العوامل التي تساعد في تحقيق الإنجاز الذاتي؟ أنت وضعت أمامك هدف وتريد أن تحقق فيه إنجاز بنفسك بدون ما يتدخل أحد، ما هي العوامل التي ستساعدك؟ التزود بالمعارف والمهارات. ما المقصود بالمعارف؟ بداية نقول المعارف هي ماذا؟ حصيلة معلومات وصلت إليها عن طريق ماذا؟ القراءة، الاطلاع على الكتب، الموسوعات، المصادر المختلفة، الاستفادة من الخبراء. يعني نحدد مثلا هدف، نقول أنت تريد أن تكون ماذا؟ مبرمج متخصص في الحاسب الآلي. في البداية تبحث عن ماذا؟ عن المعلومات التي تخص هذا الأمر، بالإضافة إلى التزود بالمهارات. ما المقصود بالمهارات؟ هي حصيلة فنية حصلت عليها عن طريق التدريب. إذا لابد أنك تتدرب لكي ماذا؟ تتقن مهارة هذا الهدف الذي تريده، فنقول البرمجة.
إذن أول عامل وهو جدا مهم التزود بالمعارف والمهارات. ثانيا الطموح. ما المقصود بالطموح؟ هو رغبة شديدة في المجد ونيل العلا. إذا لم يتوفر لديك الطموح قد لا تكمل عملية التخطيط في تحقيق إنجاز معين. إذن الطموح جدا مهم وهو وجود الرغبة الشديدة. بالإضافة إلى المثابرة والمواظبة، يشترط في تحقيق إنجاز ذاتي معين أن تثابر وتواظب بدون تكاسل ولا طبعا تهاون. تحمل المسؤوليات، أن تكون متحمل للمسؤولية الذاتية بالإضافة إلى المسؤولية الاجتماعية، تكون صاحب ماذا؟ صاحب مسؤولية. الثقة بالنفس. الثقة بالنفس هي التي عن طريقها ستكمل الطريق. أحيانا يصادفك ماذا؟ ناس محبطين أو ممكن شخص معين يقلل ثقتك بنفسك. إذا استسلمت لذلك سوف تتوقف، عندما تستمر وتعزز ثقتك بنفسك سوف تكمل. في النهاية نقول الاستفادة من الأخطاء من أجل ألا تتكرر. اتفقنا قبل قليل أن الخطأ وارد، لابد من الخطأ حتى نستفيد منه، كذلك نركز ألا نقع فيه. إذن هذه بالنسبة إلى العوامل التي تساعد على تحقيق الإنجاز الذاتي. نشاط 2، هل يمكن أن أصف نفسي بأني إنسان منجز دون أن أتزود بالمعارف والمهارات؟ ولماذا؟ فكر قليلا. كلا، لأن اكتساب المعارف والمهارات من أهم العوامل التي تساعد في تحقيق الإنجاز الذاتي. لتنجز يجب عليك تعليم ذاتك كل ما يخص الجانب الذي تريد أن تنجز به من معلومات ومعارف، والاستفادة من الخبراء والمتخصصين فيه. ضربت لكم مثال قبل قليل، تعلم البرمجة، بالإضافة إلى التدريب على اكتساب مهارات جديدة. دائما نتدرب حتى ماذا؟ نكسب مهارات جديدة. قد تتعلق بالتقنية أو التواصل الجيد مع الآخرين أو الحوار أو المسؤولية أو التفكير الناقد. أنت انظر ما هو المنجز الذي تريد أن تحققه، يحتاج ماذا؟ هل هو يحتاج إلى تقنية أو تواصل جيد أو يحتاج إلى تفكير ناقد، تحليل؟ تقوم بماذا؟ بتحديد المهارة التي يحتاجها هدفك، ثم تركز عليها وتدرب نفسك فيها. اذكر خطوات تحقيق الإنجاز الذاتي. قبل قليل تعرفنا على تعريف الإنجاز الذاتي، الآن خطواته قريبة منه. في البداية أول خطوة مهمة تحديد الأهداف التي نريد الوصول إليها تحديدا دقيقا واضحا. إذن لابد أنني ماذا؟ ويفضل كتابتها. اكتب أهدافك، حددها، وصفها وصفا واضحا. ثم ماذا؟ هذه الخطوة جدا مهمة، التخطيط للأعمال التي تؤديها وتقسيمها ووضع وقت معين لإنجازها. بذل الجهد والعمل الدؤوب. ما الفرق بين الشخص المنجز والشخص الغير المنجز؟ المنجز دائما يبذل جهد ومستمر ومواظب، لا يتكاسل، بالإضافة إلى التعاون مع الآخرين والاستفادة من خبراتهم. لابد لنا أن ماذا؟ نطلع على ماذا؟ خبرات الآخرين، القراءة، زيادة وعينا بالاطلاع على مقاطع فيديو تختص الشيء الذي أنت تبحث عنه، بالإضافة إلى السؤال. السؤال نصف العلم، اسأل، وبالإضافة إلى اكسب خبرات عن الآخرين. في نشاط رقم 3، يحدد الطلبة الأعمال التي تصنف ضمن الإنجاز الذاتي. إذا ماذا؟ ننتبه، تصنف ضمن الإنجاز الذاتي شيء يتعلق فيك أنت. 1، الاستقلال في كل الأعمال الدراسية وألا نقلد الآخرين. ما رأيك؟ أحسنت، نقول صح. ألا نناقش المعلومات التي يقدمها المعلم ولا نبحث عن المعلومات الصحيحة. بالتأكيد ماذا عزيز الطالب؟ خطأ، لابد أن نناقش ونسأل ونبحث. أن نعتني بحفظ المعلومات ولا نسعى إلى تطبيقها في حياتنا. تطبيقها لابد من التطبيق، لذلك نقول خطأ. أن نفضل من يكلفنا بعمل ويترك لنا مجالا للإبداع.
أنت منجز ذاتيا، إذن ستبدع. أن ندرس من أجل العلم وتنمية شخصيتنا. أحسنت. أن نعتني بفهم المادة المدروسة ونسعى للنجاح والتفوق. نعم، شرط من شروطها. ما علاقة الإنجاز الذاتي بالتحصيل الدراسي والتفوق في المدرسة؟ ما رأيك؟ هل بينهما علاقة؟ كلما كان الطالب يتميز بالنشاط والحماس والحرص على مستواه الدراسي وتحديد الهدف الذي هو طبعا التفوق التحصيل الدراسي ثم المواظبة على الجد والاجتهاد، فإن ذلك يساعده على تحقيق التفوق الذي يعتبر إنجازا ذاتيا. إذن بينهما علاقة. خصائص الفرد المنجز. قيم نفسك، هل أنت شخص منجز أم لا؟ ننظر إلى عدد من الصفات. يسعى إلى درجات مرتفعة في الدراسة، يلتزم مواعيده وينظم وقته، يؤدي واجباته بانتظام، يتغلب على العوائق مهما كانت، يثابر ويصمد لتحقيق الهدف، يميل إلى عمل الأشياء الصعبة وينجزها، يبذل الجهود الشاقة لإنجاز أعماله بإتقان، يؤدي ما يكلف به على أكمل وجه. إذن هذا بالنسبة إلى ماذا؟ صفات الفرد المنجز. تقويم الدرس 13. ما أهمية الإنجاز الذاتي في حياتك؟ هل هو مهم؟ ماذا يضيف إليك؟ تشعر بماذا؟ إذن تقول ماذا؟ نقول يعزز ثقتي بنفسي وثقة الآخرين بي، يشعرني بالرضا عن نفسي والفخر والاعتزاز، ويدفعني لإنجازات أخرى. السؤال الثاني، الإنجاز الذاتي غير مرتبط بثقة الإنسان بنفسه وثقة الآخرين به، صح أم خطأ؟ خطأ. الطموح لا يحقق الإنجاز الذاتي، ما رأيك؟ خطأ. الطموح عامل مهم. الإنجاز الذاتي مرتبط بحسن التخطيط، صح، لابد من التخطيط. ننتقل الآن إلى مراجعة الدرس 14، العمل والإنتاج. ما هو مفهوم العمل؟ هو مجهود إرادي يؤديه الإنسان لإنتاج سلعة أو تقديم خدمة مقابل الحصول على أجر، وقد حث الإسلام على العمل. إذن العمل هو مجهود إرادي يؤديه الإنسان. لماذا تتنوع الأعمال والمهن؟ لماذا؟ أحسنت. وفقا لحاجات المجتمع لها. علل: لابد من التخصص في الإنتاج لأن الفرد لا يستطيع أن ينتج كل ما يحتاج إليه من سلع وخدمات، لابد أنه يكون لكل تخصص دراسة معينة، أناس معينين يقومون به. كيف يكون الإنتاج ناجحا؟ عندما تتوفر الجودة والإتقان فيه بأن تتولاه الأيدي الماهرة والمدربة. ما المقصود بالإنتاج؟ هو نشاط إنساني للحصول على السلع أو الخدمات من المواد الخام أو المعارف والمهارات. إذا هذا بالنسبة إلى الإنتاج، أيضا نقول نشاط إنساني. مثل على صناعة ترتبط بها عدة اختصاصات. نفكر، صناعة ترتبط بها عدة اختصاصات. صناعة الورق تحتاج ماذا؟ هل تعلم عزيزي الطالب أن صناعة الورق جدا معقدة؟ تبدأ بتقطيع الخشب، ثم إنتاج اللب، ثم معالجته بالكبريت، ثم إضافة أصباغ، ثم إلى أن يصلون إلى الورق الأبيض وتلوينه. وتحتاج إلى ماذا؟ إلى خطوات. يدخل فيها ماذا؟ هندسة زراعية في البداية، ثم الهندسة الصناعية. كذلك هناك صناعة الأدوية، تحتاج إلى تخصص طب، تحتاج إلى تخصص هندسة، بالإضافة لتخصص اقتصاد، كذلك تخصص صيدلة. فهذه بالنسبة إلى الأمثلة التي تحتاج إلى عدة اختصاصات. لماذا الإنتاج مهم؟ لأنه ماذا؟ يحقق ماذا؟ تلبية احتياجات الإنسان المادية وغير المادية، توفير فرص عمل لأفراد المجتمع، رفع مستويات الاقتصاد الوطني، دعم الإبداع والابتكار. إذن هذا بالنسبة إلى أهمية ماذا؟ الإنتاج.
نأخذ من ضمنها أهم شيء تلبية احتياجات الإنسان المادية وغير المادية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأفراد المجتمع. تطور قطاعات العمل والإنتاج. مع التقدم العلمي والتطور التقني، تطورت قطاعات العمل معتمدة على التقنيات الحديثة التي جعلت عملية الإنتاج سريعة وذات جودة عالية. إذن عندنا ماذا؟ تطور في قطاعات العمل والإنتاج لدخول ماذا؟ لدخول التقنيات الحديثة إليها، زادت من جودتها. ولكن هناك مشكلة، ما هي؟ قلل التطور التقني الاعتماد على الأيدي العاملة، مما يزيد من ماذا أعزائي طلاب البطالة؟ سؤال، ما هي أسس العمل الجيد؟ يقوم على ماذا؟ حتى يكون العمل والإنتاج جيدا يقوم على الإتقان والجودة. الإتقان اللي هو حسن العمل، التطوير بالإضافة إلى التزام القيم والأخلاق. نشاط رقم 2، حدد المهن التي شاركت في إنجاز السلع الآتية. إذن أمامك سلع مثل رغيف الخبز، ما هي المهن المتشاركة فيه؟ أحسنت، نقول المزارع والخباز والتاجر. الكتب المدرسية، أحسنت، نقول مؤلف كتب، مدقق لغوي، مسؤول الحاسب الآلي، عامل المطبعة. الكرسي والطاولة، مصمم، نجار، حداد، تاجر، بائع. إذن هذا يدل على ماذا عزيزي الطالب؟ يدل على جميع المهن مهمة في المجتمع. دائما نفكر ما المهنة التي سوف نعمل بها مستقبلا. لكي نحدد ذلك لابد من تجنب أولا تقليد الآخرين. أنت عزيزي الطالب، هل فكرت في المهنة التي سوف تعمل بها؟ في البداية لا تقلد أصدقائك ولا تتأثر بآراء معينة، انظر ما الذي يناسبك حسب ميولك وحسب قدراتك. طبعا ما المقصود بالقدرات؟ هي الاستعدادات الفطرية الموجودة فيك، المواهب، الملكات التي تمتلكها. فهنا أنت من يقرر معايير اختيار المهنة. أولا التخصص والمستوى العلمي، ما هو التخصص الذي يناسبك ويناسب ميولك وقدراتك؟ ثم ماذا حاجة سوق العمل لهذه المهنة؟ تفكر هل هذه المهنة لها مستقبل؟ هل العمل سوق العمل والمجتمع بحاجة لها أم ماذا؟ إذا تحتاج ماذا؟ هذه الفقرة تحتاج لتفكير وتحديد ماذا؟ أهدافك ومهنتك، ثم تعمل على ماذا؟ على العمل ذاتيا على تطوير نفسك بالتعلم الذاتي حتى تحقق أحلامك وأهدافك. تقويم الدرس 14، ما أبرز عوامل نجاح العمل؟ لكي ينجح العمل لابد من توافر ماذا؟ أحسنتم، الإتقان، التطوير، الالتزام بالقيم والأخلاق. اذكر 3 من أسباب أهمية العمل. لماذا العمل مهم؟ أحسنتم، يحفظ للإنسان كرامته، يكسبه مكانة في المجتمع، يسد حاجته. الدرس 15، الاقتصاد الوطني. ما المقصود بالاقتصاد الوطني؟ هو مجموع عمليات الأنشطة البشرية من إنتاج وخدمات واستهلاك. مجالاته هي البناء والزراعة والتعدين والصناعة، النقل، الخدمات. إذن هذا كل ما يخص ماذا؟ الاقتصاد الوطني. اتفقنا أنه هو مجموعة عمليات الأنشطة البشرية من إنتاج وخدمات واستهلاك. ما هي العوامل المؤثرة في اقتصاد الدولة؟ نقول الاستقرار، لابد من وجود استقرار حتى ماذا؟ حتى أحسنتم تقدم الاقتصاد في الدولة. كذلك الموارد، موارد طبيعية وموارد بشرية، وسبق وتكلمنا عنها. أيضا لابد من وجود تخطيط سليم حتى ماذا؟
أحسنتم، يتطور الاقتصاد، كذلك مجموعة من الإجراءات والخطط، أيضا السوق الداخلي والخارجي، كذلك المشكلات الاقتصادية وكيف نحلها. بداية الاستقرار، المملكة العربية السعودية تنعم ولله الحمد باستقرار سياسي وأمني بفضل الله، ثم نتيجة لسياسة الحكومة ونظامها السياسي القائم على العدل والمشاركة الوطنية الفاعلة في الخطط والبرامج، وهذا يحقق للأنشطة الاقتصادية الحركة والإنتاج المستمر والازدهار. بالنسبة للمشكلات الاقتصادية، يعد الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات في العالم، إذ تعد المملكة العربية السعودية من الدول العشرين الأقوى اقتصاداً في العالم، وذلك لقوتها العالمية بالنفط والمعادن. تخيل العزيز الطالب، هي الدولة الوحيدة المملكة المشتركة مع الدول العشرين الأقوى اقتصادياً في العالم. طبعا ذلك لماذا؟ لقوتها العالمية بالنفط والمعادن وعواملها السكانية والجغرافية والإسلامية. وبالرغم من ذلك توجد مشكلات، كأي دولة جميع دول العالم توجد لديهم مشكلات اقتصادية، عندنا في السعودية توجد مشكلات، من ضمنها الاعتماد على النفط كمورد للدخل. المشكلة الثانية هي ماذا؟ هي البطالة، نتعرف عليها بعد قليل. تقويم الدرس الخامس عشر، ما الاقتصاد الوطني؟ هو ماذا؟ هو مجموعة عمليات الأنشطة البشرية من إنتاج وخدمات واستهلاك. عدد العوامل التي تتحكم في اقتصاد الدول: الاستقرار، أحسنتم، الموارد، التخطيط السليم. لماذا يعد الاعتماد على النفط مصدر الرئيسي للدخل الوطني مشكلة اقتصادية؟ لماذا نقول الاعتماد عليه تعتبر مشكلة؟ أحسنتم، لأن أسعاره غير ثابتة، تتأثر بالسوق العالمي والتطورات الحديثة، إذن هو غير مضمون، وعندما تنخفض أسعاره تتأثر الدولة فيتقلص الإنفاق، وهذا يؤثر سلبا في اقتصاد الوطن والخدمات المقدمة للمواطن. كذلك أنه مصدر غير متجدد، قد ينضب في يوم ما. إذن هذا بالنسبة لماذا يعد الاعتماد على النفط مصدر الرئيس للدخل مشكلة اقتصادية. يعاني الاقتصاد الوطني بعض المشكلات الاقتصادية الطبيعية مثل الاقتصادات الأخرى في العالم، من أبرزها البطالة. ما هو تعريف البطالة؟ هو مشكلة اقتصادية. في البداية نقول مشكلة اقتصادية، ثم نقول اجتماعية، لأنها ماذا؟ تتعلق بحالة الأفراد وتؤثر عليهم. تعني ألا تتهيأ فرص العمل للأفراد الباحثين عن العمل الراغبين فيه القادرين عليه. إذن هذا بالنسبة إلى تعريف البطالة. ما أسبابها؟ أسباب اقتصادية هي ضعف الاستثمارات التي تزيد من فرص العمل، التطور التقني والاستغناء عن الأيدي العاملة، الاستعانة بالأيدي العاملة الوافدة بسبب كونها رخيصة. إذن هذا إذا تعلق بماذا؟ بالأسباب الاقتصادية. نأتي للأسباب الاجتماعية، النظرة الاجتماعية غير الصحيحة التي لا تتقبل بعض فرص العمل، زيادة أعداد السكان على فرص العمل، بحث طالبي العمل عن مستويات أجور أعلى. إذن تعرفنا على أسباب البطالة وقسمناها لقسمين، اقتصادية واجتماعية. نأتي الآن إلى أنواع البطالة. ما هي أنواع البطالة؟ نقول في البداية الهيكلية. كلمة الهيكلية أو البطالة الهيكلية، ما المقصود بها عزيزي الطالب؟ تذكر، هي ماذا؟ هي توفر مهارات لدى الشخص ولكنه ماذا؟ لا يوجد عمل مناسب له، يناسب مهاراته. إذن تتوافر المهارات ولا يوجد عمل. الاختيارية هي ماذا؟ يقدر على العمل ولا يرغب فيه، إذن هو ماذا؟ اختار عدم العمل. الوظيفية، ما المقصود بها؟ ينتظر توفر فرصة مناسبة له، أو أنه ممكن أن يترك وظيفة للبحث عن أخرى أفضل. المقنعة هي ماذا؟ هي أعداد أيدي عاملة
تزيد عن الحاجة الفعلية للمؤسسة. المقنعة يعني عدد زائد من الموظفين دون الحاجة إليهم. إذن هذه بالنسبة إلى أنواع البطالة. كيف تقاس البطالة؟ يقاس معدل البطالة في العالم بتحديد النسبة وفق الآتي: عدد العاطلين القادرين نقسمها على إجمالي قوة العمل في 100. وقد بلغت نسبة البطالة في وطني في الربع الأخير من العام المالي 2018 ميلادي 12.7%، إذا هذا بالنسبة إلى نسبة البطالة في السعودية. مشكلة التضخم في صفحة رقم 131. التضخم هو من المشكلات الاقتصادية الناتجة عن حركة العرض والطلب، وهو يعني زيادة الأسعار تصاعديا بسبب الطلب الذي يزيد على قدرة العرض، وزيادة الدخل من الأجور والأرباح وارتفاع التكاليف. إذن هذا بالنسبة إلى التضخم، ارتفاع في الأسعار، طلب السلع والخدمات أكبر من المعروض، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة النقدية. مثال توضيحي: في عام 1400 كانت عملة 500 ريال، ماذا نشتري بها كثير من الأغراض؟ في عام 1420 قلت الأغراض، لماذا؟ لانخفاض قيمة هذه العملة. في 1440 قلت أكثر. هذه الصورة توضح لك ماذا؟ مشكلة التضخم، اللي هو ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى قلة قيمة العملة النقدية، بالإضافة إلى ماذا؟ قلة المعروض، زيادة الطلب على ماذا؟ قلة العرض. أسباب التضخم: الطلب المستمر على السلع والخدمات مع قلة العرض، وهذا يؤدي إلى ارتفاع ماذا؟ الأسعار، بالإضافة إلى ارتفاع أجور العاملين في المؤسسات والشركات المنتجة. ما أثار التضخم؟ أثار التضخم ارتفاع نسبة البطالة، ارتفاع معدل الفقر، التأثير السلبي على أصحاب الدخل الثابت والمحدود. إذا تعتبر مشكلة، كيف تتم معالجة التضخم؟ التركيز في حماية المستهلك ومراقبة الأسعار بحيث أنها لا تزيد أكثر، توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك والحرص على الادخار. الادخار جدا مهم حتى تؤمن ماذا؟ تؤمن حالتك المادية. تقويم الدرس 16: حدد أسباب البطالة الاقتصادية. نقول ضعف الاستثمارات التي تزيد من فرص العمل، الاستعانة بالأيدي العاملة الوافدة بسبب كونها رخيصة. ضع إشارة صح أو خطأ. تتحقق البطالة في الأفراد الذين لا يرغبون في العمل. خطأ، يرغبون في العمل ولكن لا يجدون. تتحقق البطالة في الأفراد الذين يبحثون عن عمل ولم يجدوا بالرغم كونهم مؤهلين. صح. البطالة الهيكلية تكون لمن تتوافر لديهم المهارات ولا يجدون عملا. هيكلية، أحسنتم، صح. التضخم غير مضر بالاقتصاد. قلنا أنه مشكلة ومضر بالاقتصاد، خطأ. تنتشر المخدرات والجرائم في المجتمعات التي تكثر فيها البطالة. نعم، من ضمن الآثار الاجتماعية انتشار المخدرات والجرائم. هل يمكن أن أكون منتجا دون أن يكون عملي ذا جودة؟ ولماذا؟ كلا، لأن الجودة والإتقان عنصر من عناصر نجاح أي منتج. كلما كانت السلع أو الخدمة أكثر جودة، كلما أعطى ذلك قوة تنافسية وعائد أفضل على الفرد والمجتمع والدولة. ما أهم الشروط التي ينبغي أن تتوافر فينا حتى نلتحق بمهنة مناسبة؟ ما هي الشروط؟ اختيار تخصص المهنة المناسب لمستوانا العلمي، أن يكون مناسبا لميولنا، تكون قدراتنا مناسبة لهذه المهنة،
أن نجد مكان في السوق حسب حاجته لمهنتنا. ما أبرز فوائد الإنتاج؟ تذكر؟ أحسنتم، توفير فرص عمل لأفراد المجتمع، رفع مستويات الاقتصاد الوطني، دعم الإبداع والابتكار. استنتج أهمية توافر الموارد الطبيعية لنمو الاقتصاد وازدهاره. الموارد كالمعادن والنفط والغاز، تكلمنا عنها سابقا، تعتبر من العوامل المهمة في نمو الاقتصاد في أي دولة، حيث أنها تدخل في الصناعة والتصدير. ما آثار البطالة على الاقتصاد الوطني؟ ضعف الإنتاج، ضعف الاستهلاك، هدر الموارد البشرية. ما الفرق بين البطالة الهيكلية والبطالة الاختيارية؟ الهيكلية ماذا؟ توافر ماذا ولا يوجد عمل؟ ما هي؟ أحسنتم، يوصف بها من تتوفر لديهم مهارات ولا تتوفر لديهم فرص عمل. الاختيارية يوصف بها من يقدر على العمل ولا يرغب به على الرغم من توفر فرص العمل. ضع إشارة صح أو خطأ أمام العبارات التالية. عندما يكون الإنسان منجزا فإنه يشعر بالرضا. أحسنتم، صح. الثقة بالنفس من عوامل الإنجاز الذاتي، صح أيضا. من خطوات الإنجاز الذاتي التخطيط للأعمال، صحيح، لابد من تخطيط. من صفات الفرد المنجز أن يقوم بأعماله على حسب الفراغ، ما رأيكم؟ خطأ. حث الإسلام على العمل والإنجاز، بالتأكيد صح. التطور التقني لم يقلل من الاعتماد على الأيدي العاملة، ما رأيكم بهذه العبارة؟ أثر بشكل كبير، خطأ. للأمن والاستقرار أثر في نمو الاقتصاد الوطني، أمن واستقرار، أحسنتم، صح. من أسباب البطالة ضعف التدريب والتأهيل، صح. من آثار البطالة الاجتماعية قلة الجرائم، خطأ، تزيد من الجرائم. التضخم من المشكلات الاقتصادية الناتجة عن حركة العرض فقط، لا طبعا، العرض والطلب. انتهينا من مراجعة الوحدة الثامنة، الإنجاز الذاتي والاقتصاد. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.